دكتور محمد، احنا مسوين تقرير عدو زميلنا عمر النشوان، خلونا نشوف التقرير يا شباب. البريد السعودي بين حلم الأمس وواقع اليوم، طل علينا من خلال حملات إعلانية روج فيها منتجا أطلق عليه واصل كخدمة لاستلام جميع المراسلات عن طريق إيصالها للمواطنين بالمجان، ولكن لم يصلهم إلا مجرد صناديق أصبحت ملاذا آمنا للقطط ومكانا مستقرا لحفظ النفايات. كلمة ولو جبر خاطر، ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يا هاجر بيد ساعة البريد. اللي أنا أعرفه في بنغلاديش في سريلانكا شغالات والسواويق يكتبون بالعنوان يوصلهم لحد البيت، لا عندهم لا واصل ولا عندهم زاجر، وما في الحقيقة ما استفدنا منه شيء، ما استفدنا لأن الخدمة ما فعلت أساسا أبد، ما استفدنا منها أي شيء للأسف الشديد أبد، محطوطهم بس عبث هذه. والله البريد كل الدول تقدمت لنا متأخرين. خدمة واصل التي لم يصل معناها قبل فعلها، فعدسة محبيها التقطت هذه السيارة المتوقفة منذ 8 أشهر أمام أحد المحلات. يعني كم شهر؟ 8 شهر موجود سيارة. ما يزال مشهد الانتظار في فروع البريد السعودي يتكرر. جاي للفرع لأن هذا أنا صندوق بريد ما قالوا ألغه على أساس واصل، قلت لا لا يمكن نلغي صندوق بريدي مشان واصل، لأني ما أثق في واصل صراحة، حتى على مستوى فواتير أي يعني أمور ثانية زي كذا تلقاه جوة الطبلون جوة العداد. زي ما تلاحظ الحين مكسرت البريد وما فيه اهتمام متابع خير، ما فيه يقول لنا واصل واصل واصل. السؤال هنا، ما هي الاستراتيجية التي وضعها البريد بحيث يخطو هذه الخطوة، وكم من ملايين صرفت على تلك الصناديق؟ فشكرا للبريد السعودي، فقد قدمت للمواطن لوحة فنية لصقت أمام كل منزل. فنوما هنيئا أيها القط، فأنت في ضيافة البريد السعودي. عمر النشوان، 8 MBC، الرياض.